حلال فيه كل شيء، فيه حلال وقت السيد رئيس الجمهورية يعني انطلاقا من تجربة العام الماضي أعطى تعليمات صارمة هذه السنة على أن يكون تحضير شهر رمضان بأشهر كثيرة قبل شهر رمضان، والحمد لله هذه المقاربة أعطت النتائج تاعها. راكم لاحظتوا هذه السنة أنه كانت فيه وفرة لكل المواد لأن استبقنا أننا نوفرها في السوق الوطنية. السنة الماضية وفرناها في شهر رمضان، لكن هذه السنة معرفة بخبايا المجتمع الجزائري والسوق الجزائري أن الناس يعني يقضيوا شهر رمضان قبل رمضان، لذا كانت تحضيرات ثلاث شهور قبل رمضان. ولاية البرج بالنسبة لنا اخترناها باش أننا ندشن فيها مخبر لتحاليل يعني المنتجات وتحاليل توسكو لو سيتوان كونسوم. عندنا فيها وحدات المياه المعدنيه، وحدات المشروبات، وحدات يعني للتعليب، وحدات للمواد الغذائيه. تتطلب منا اننا تكون عندنا مخابر عاليه الجوده من هذا مثل هذا المخبر اللي تم تدشينه اليوم.